السلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدن وبركاته. إخواني حياكم الله وبياكم الله وأنزلكم من الجنة منازلكم بفضله وكرمه. عندنا اليوم إن شاء الله سورة الأنبياء. إخواني الجزء 17، أول 17 سورة الأنبياء. الله سمى سورة كاملة بسورة الأنبياء، ذكر فيها يعني عدة أو مجمل من قصص الأنبياء، لم يذكرهم جميعا لكن ذكر يعني منهم، مثل سيدنا سليمان، سيدنا يونس، سيدنا يحيى. يعني القرآن سمى إخواننا الله عز وجل سمى هذه السورة بسورة الأنبياء. إخواني جزء 17، يلا توكلنا على الله. يلا إخواننا جزء 17، الله يجزاكم الخير. يلا إخواني يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم فاعل إخواني، ها إعراب فاعل، لأنه اسم لاهي اسم فاعل هون. قلوبهم فاعل للاهية، لاهية قلوبهم فاعل. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم فيه عظمتكم فيه حياتكم فيه براءتكم من كل شيء إلا مما أمرنا الله تعالى به نبرأ إلى الله من كل شيء إلا ما أمرنا الله تعالى بالإيمان به بالأنبياء بالمرسلين بالكتب السابقة بما أحل بما حرم الله سبحانه وتعالى الله أنزل إلينا كتاب هل احترمنا هذا الكتاب؟ هل أعطينا أخواني حق هذا الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أخواننا كم نسمع ونحن في الشارع ويا للأسف وأتمنى أن يسمعنا كل إخواننا قد في ناس في الشارع عم تكفر بالقرآن وبالدين شباب عم تتحدى الله عم تكفر بالله عز وجل عم بتسب النبي بالشارع خاصمتك في آيات الله بتستجيب تسب واحد مسؤول أو تطلع في وجهه إذا قلب عينك في الأرض ولك شخد عم نسمعه ونحن مسلمين أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم كمل الآية بعده وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانت يا ظالم يا ابن آدم يا اللي عم تسب الدين بالشارع عم تسب النبي والله نسمع بأذني أنا وأنتم انت عم تخاف لا الله عز وجل بهالكلمة يا ابن آدم انت عم تسب الدين تموت وين بدك تروح عالجنة لا انت كفرت بكامل قواك العقلية كفرت انت ذهبت خالدا مخلدا الى نار جهنم انت خالد مخلد في نار جهنم هاي لسه عذاب القبر مش خد تضل في عجب عجب 200 سنة تقوم القيامة ما حدا بيعرف ولا مخلوق واللي بقول لك لا كلام مرفوض 200 سنة 400 سنة كله جمر من نار لقد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين العمال بيصلي وبيعبد الله هل بده يموت مثل عم يكفر بالشارع امام الناس يعني مشان يقول للناس انه انا زلمه مزعوج ومعصب لو كفرت معلش ما هيك تكفر بالله بحضره النبي بالقران ما فيش ما انت مسموح لك لانه انت زلمه مزعوج معصب والله ما توقف قدام مسؤول امني والله ما توقف قدامه والله لا ينسيك ايام العز في حياتك ويزلك زل بحياتك ما زلته رغم أنفك بس الله حليم بس إذا أخذ لم يفلت إن الله يمهل للظالم ولا يهمله وإذا أمسكه لم يفلته أخواننا أعرف رجل كان كل كلمة والعياذ بالله تعالى بالدين 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 تركوا معصب خيو تركوا خلي يروق وبلكي ما تحت الترويقة هاي سب ربنا وسب النبي قامت خلي يروق تحت في القبر يبقى بكرة أخوانا عندما حضرته الوفاة هذا الشخص والله الآن اثنين بديار الحق اللي حكى لي من أكابر العلماء قال لي يا ابني أنا كنت موجود على وفاته قام صاحوا له يا فلان تفضل تعال فلان يحتضر على فراش الموت
مشان نذكره بالشهادتين. منلقن احنا الميت العبوت الشهادتين كما علمنا ديننا الحنيف، لا اله الا الله عليها نحيا عليها نموت، لا اله الا الله الملك الحق المبين سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. مشان يذكر ما تقول له قول، قال العلماء يكره، انت ذكره تذكير وذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين. قال لي يا ابني عند اللي حضرته الوفاة بركة جنبه، اسمعوا يا أخواننا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال لي يا ابني بركة جنبه ألقن الشهادتين. سبحان الله يا ابني، ما حسيت والعياذ بالله تعالى، ربي سترك يا رب، ولا كفر بالدين. صحت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أدخل بها ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها جنتي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كل شارك إلا وجه. صرت هيك أذكر آيات حتى يذكر الشهادتين. قال لي يا ابني كفر المرة الثانية وفارق الحياة. اسمعوا يا شباب يلي عم بتفرز على الله شواربك انت وعضلاتك على الله خلقك، تكرم عينك، بكره ما بتحس ولا اجتك مرض الجلط والعياذ بالله تعالى سموه الفالج، بدي اخليك 3 سنين بالفرشه، والله لا حرمك اشهر وتضوب الري يا بن ادم، عم بتسبني الي؟ لكن انت ما خلتك تسب واحد من اهل الدنيا عنده كم نفس بتسبه، بالعكس بتكولك له وبتنافق له اكثر وبتتزلف له اكثر لو بغضب وسخط من الله. معلش عم تسبوا لله والنبي صلى الله عليه وسلم؟ عكلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. اخواني ومساكنكم، انتبهوا، هي معطوفه على في انتبهوا، ومساكنكم، لا ومساكنكم، شو قوه القران باللغه، ما اترفتم فيه ومساكنكم معطوفه على الهاء، لانه الهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، مساكنكم معطوفه الكاف مضاف اليه بحرف عماد. لعلكم تسالون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هنيك اعترفوا، ما هون، هنيك ما بقاش ينفع الندم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الله أعلم يستحسرون، يمكن معنى يملون، الله أعلم، ها الله أعلم، الله أعلم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض
هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يشركون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيش أعراب الله؟ يلا أخوانا اكتبوا لنا على التعليقات الله يجزاكم الخير إيش أعراب الله اللي بيعرف، واللي ما بيعرف ما هو دارس عادي، بس الدارس بدنا يعرف أعراب الله لأشوف، بس ما تروح تدور على جوجل نفسه ولا تعرف أنت عيد الآية مرة وتنتين وثلاثة وشرحها شو أعراب الله هون. يلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم نعم سبحان الله أخواننا أكثر آيات القرآن لا يعلمون أو بل أكثرهم إما لا يعلمون أو لا يفقهون أو لا سبحان الله يعني كل ذم من الله تعالى لأولئك البشر يعني الذين ابتعدوا عن حضرة الباري تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان الله أخواني كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة لا إله اسمها تخلية إلا الله تحلية علماء العقيدة كذا يقول رحمهم الله تعالى يعني عندما تقول لا إله معناته ما في إله عندما تقول إلا الله معناته إيش؟ يعني أثبت وجود الله سبحانه وتعالى لذلك يا أخواننا سيدنا موسى عليه السلام سأل حضرة الباري عز وجل قال له يا رب دلني أو خصني بذكر لا تخص به أحدا غيري ما تأديش لغيري أبدا خصني بذكر لا تخص به أحدا غيري قال يا موسى قل لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أدخل بها غدا برفقة النبي إن شاء الله جنتي قال الله يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب بعد مدة جمعة جمعتين المهم يا رب خصني بذكر لا تخص به أحدا غيري قال يا موسى قل لا إله إلا الله فراح سيدنا موسى مدة قال له يا رب خصني بذكر لا تخص به أحدا غيري قال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله فقام سيدنا موسى قال له يا رب كل الناس تقول لا إله إلا الله فأنا بدي ذكر خاص بيني وبينك فقال الله تعالى واسمعوها يا أخوانا فقال الله تعالى يا موسى وعزتي وجلالي وعلو مقامي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وما حوت خد الملائكة السماوات فيا والأرض فيا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله على السماوات والأرض وما حوت لأنه مين اللي خلق السماوات والأرض مين اللي خلق الجبال مين اللي خلق البحار ألا يعلم ما خلق إذن هو أعظم منهم جل جلاله لذلك أخواننا شيخنا الشيخ الشعراوي سمعت منه هذه الكلمة رحمه الله مرة كان يقول قال من نعم الله عليك اسمع من نعم الله عليك تعرف شو سوى مين انت
قدام الحي القيوم؟ مين انت قدام البارئ المصور القدوس العزيز الغالب المهيمن الخافض القافض الخافض الرافع الباسط؟ مين انت قدام مين؟ لك مين انا وانت قدام الله عز وجل؟ الله سمح لك. شيخنا الشعراوي يقول: من نعم الله عليك انه سمح لك ان اجرى اسمه على لسانك. هذا اللسان بتحكي غيبه ونميمه وبتسب وبتاكل حرام وبتاكل اكل وبتاكل حامض وحلو وبتحكي فيه كلام بذيء لا يرضي الله ولا رسوله، والله اذا قلت له لا اله الا الله تبت اليك توبه نصوحا قال غفرت لك ولا ابالي. بدك اعظم من هيك رب؟ بدك اعظم من هيك اله؟ الله الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه، شوف النون التوكيد ولها الضمير، لا اله موجود الا انا فاعبدون، اي فاعبدوني. شايف؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أخوانا سبحان الله، كلمة في القرآن ما أعظمها. أولم يرى الذين كفروا، إذا شايفين، عندنا علم موجود، شايفين أن السماوات والأرض كانتا رتقا بتسكين التاء يعني ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء. الفتق معناتها في إيش؟ في قوة. لو أن الله لم يكن كامل القدرة جل جلاله ما حداش في الكون كله بحسن بفرق عن بعض أبدا. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله رضى عن سيدنا الشيخ محمد النبهاني طيب الله ثراه، كان يقول: ابني إيش تعريف الماء؟ الماء طبعا كل واحد عرفه شكل، لكن يا أخوانا الماء أعظم تعريف سمعناه من تم سيدنا الله رضى عنه الشيخ محمد النبهاني، كان يقول: ابني الماء رمز بين الحي الذي يموت وبين الحي الذي لا يموت. هذا تعريف الماء، بين الحي الذي يموت وبين الحي الذي لا يموت. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ما معنى أخواني تميد؟ يعني تتحرك. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الموت ذوق أيها الإخوة، نص القرآن اسمها شرع على شيخنا الشيخ الشعراوي طيب الله ثراه، كل نفس ذائقة الموت، عم بتذوق الموت، ذوق ذوق سكرات جسدك كله عم بتألم بالموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما بنحسن بنقول لله ليش، لكن نطلب من الله الصبر، لكن لا نطلب من الله الابتلاء يبقى غلط، نطلب من الله الصبر. ولا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاسألوا الله الثبات. هكذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اللهم عنا على سكرة الموت يا رب. يا رب إكراما لسيدنا محمد، إكراما لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحمنا عند سكرات الموت، أن تهون علينا سكرات الموت. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الله إلهي يا رب، إلهي بعزتك وجلالك وعلو مقامك يا رب، والله نحن لا نصبر على هذا الحرب ولا على عذاب النار. لا يستطيع أهل النار أن يبعدوا النار لا عن وجوههم لا عن ظهورهم لا عن جنوبهم لا عن ما بس وين يروحوا من نين ما تحرك نار، إيدي نار، وجهه نار، جسده نار، ظهره نار، رجلي نار. وإن نار يا أخواننا لك ما نار الدنيا، هاي نار الدنيا فاكهة، هاي نار الدنيا موز قدام نار الآخرة. الله إذا سبحانه وتعالى عم بيقول الحجارة تستغيث منا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وين بدنا نروح قدام الله بكرة؟ وين وين اللي أكل الحرام وعبى بالحرام؟ وين بدي يروح قدام الله؟ وين اللي في رقبته دماء المسلمين؟ وين اللي أخذ أموال المسلمين غصبا وقارا؟ وين تروح قدام الله؟ وين اللي ضرب الزلم وضرب الحريم وضرب الأولاد؟ وين يروح قدام الله بكرة؟ وين؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الشمس غربت، الشمس راحت، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. دع الأيام تغدو كل حين فما يغني عن الموت الدواء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. اللي أكل حرام شو بده يتوب إلى الله؟ وين هي التوبة تنباع؟ إذا تنباع عشان نسيها كم كيلو توبة؟ وين حقوق العباد؟ وين حقوق الناس؟ وين وين يا أخوانا؟ الله يرحمنا أخوانا، والله الشمس غربت
والله الشمس غربت، وين وين اجدادنا، وين ابهاتنا، وين امهاتنا، اعمامنا، اخوالنا، خالاتنا، والله ما ظل حدا، الاخبار كلها راحت، نحن صرنا كل يوم على يوم يلا الى الله راحلون. اني معزيك لاني على ثقه من الخلود ولكن سنه الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وان عاش الى حين. اليوم العبد الفقير اخوكم في الله شيخ ابو ضياء فضل، الله ما بقصر مع حدا، بس يكون ما عندي موعد او يكون موجود في قيصري، يشهد الله يشهد الله ما بقصر مع حدا مين ما كان يكون، بس اعرفه حدا يدق لي يكون في عالم موجود مشان نستفيد من القران والدرس. اليوم ابو ضياء اقول الله يجزاه الخير، طبعا هذا فضل من الله، ثم انكم تدعوا لي بالغيب، ادعوا لي اخواني الله شافينا وعافينا اكرم لسيدنا محمد. اخواننا ابو ضياء عم بيجي ابو ضياء، بده يروح ابو ضياء خيو، اذا حضره الرسول الاعظم راح مين نحن؟ نحن غبره بنعل الشريف الطاهر، نعل الشريف هون تاج على رؤوسنا الى يوم الدين. يا ابن ادم اتق الله اتق الله اتق الله. ولقد استهزئ، عفوا، بل تأتيهم بغتة فتبغتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أمنت بالله صدق الله العظيم. أخوانا بكرة طبعا إن شاء الله سنكمل يعني إيش سورة الأنبياء، هيك صارت يعني كما طلب بعض أخوانا الله يجزاهم بالخير، إنه آخر هيك ربع ساعة يعني هيك نشيدتين مدح لسيدنا النبي، والنبي ما بحاجة لمدحان، ديروا بالكم أعوذ بالله، النبي ما بده مدح لأنه النبي اللي مدحه الله، وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف نحن نمدحه؟ لكن نحن نمدح رسول الله لنتقرب بمدحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يمدحه الصحابي الكرام. يلا أخوانا كلياتنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني
هل تقبلوني سيدي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني بالذل واقف بالباب عاكف بالذل واقف بالباب عاكف والله خايف أم تطردوني والله خايف أن تطردوني هل تقبلون سياد هل تقبلوني هل تقبلوني سياد هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني أخشى ذنوبي زادت عيوبي أخشى ذنوبي زادت عيوبي من ذي الخطوب فأنقذوني من ذي الخطوب فأنقذوني هل تقبلوني سياد هل تقبلوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني أنتم مرادي يا ذا الأيادي سيدي أنتم مرادي يا ذا الأيادي فانفروا قادي وأيقظوني فانفروا قادي وأيقظوني هل تقبلوا نسيادي هل تقبلوني هل تقبلوني سياد هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني بحق طه من عز جاه بحق طه عيني من عز جاه قولوا لها ها وقربوني قولوا لها وقربوني هل تقبل سيادي هل تقبلوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني أرجو لقاكم روحي فداكم سيدي أرجو لقاكم روحي فداكم قصدي رضاكم فأتحفوني قصدي رضاكم فأتحفوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني هل تقبلوني سيادي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني صلي وسلم ربي وأنعم صلي وسلم ربي وأنعم
أهل الفنون على المعلم أهل فنون هل تقبل أونس يا دين هل تقبلوني هل تقبلونس يا دي هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني وامن وواصي كل الأفاضل ومن وواصل كل الأفاضل ما قال قائل هل تقبلون سيادي ما قال قائل هل تقبلوني هل تقبلون سيادي هل تقبلوني هل تقبلون سيادي هل تقبل أوني عبد أثيم زاد شجوني عبد أثيم زاد شجوني صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على شفعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا المزرق الله يرحمك المحب لسيدنا بيت أبو النصر يا ربي مسني ضر ذكرت محمدا يا عيني يا عيني فبذكري رب الورى يشفيني وإذا طلبت الفضل من إحساني وسألت بجاه محمد يعطيني صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عيني يا روحي
وسألت بجاه محمد يعطيني ديني بأنك يا مولاي فرد واحد وشهادتي بمحمد تكفيني. الله يا عيني يا عيني على سيدنا النبي يا عيني. والله بدخل على الله بحضر سيدنا النبي الله ما بيرده، لأنه ما لنا باب إلى حضرة الله إلا جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بوابة حضرة الحق عز وجل. شو ندخل على الله إلا عن طريقه؟ هو اللي علمنا، هو اللي درسنا، هو اللي أنار طريق حياتنا، هو اللي أنار درب إيماننا، هو اللي نار الصراط بكرة على أقدامنا يوم القيامة. لك هو كله. شلون ندخل على الله إلا عن غير سيدنا؟ لا يمكن إلا سيدنا النبي هو الباب. وعزتي وجلالي لو استفتحوا كل باب وطرقوا علي كل باب ما فتحت لهم إلا عن طريقك يا محمد. والله سمعت نحن علماء الأزهر الشريف الطاهر هالرواية هاي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الباب أيها الإخوة. طب منين وين تروح؟ منين ما رحت كل التلاميذ عن جنابه؟ الأنبياء كله بتمنوا يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تسخدنا احنا نبينا عظيم أيها الإخوة. ديني يا مولاي يا مولاي الخطباء يا عيني وإذا خطب فللمنابر هزة تعر النادية وللقلوب بكاء. صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله الكريم. نحن فيما قرأنا وسمعنا جميعا يا رب
في هذا المكان الطاهر على ذلك من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا وما تحصل من قراءة من كلامك الكريم من بعد إذنك يا مولانا، هدية واصلة منا مطيبة بأطيب العطور إلى مقام إمام أعظم الأنبياء والمرسلين، ومنه يا مولانا إلى روح صاحبي الشيخين العظيمين الجليلين التقيين الورعين الصالحين المقيمين بجنبيه إلى يوم الدين، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وإلى باقي العشرة المبشرين، وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أصحابه الغر الميامين الذين حفظوا لنا هذا الدين، وإلى روح آباء وأمهات إخواننا الذين يسمعوننا الآن وأولادهم وبناتهم، وإلى روح كل أمة سيدنا محمد، وإلى روح سيدي مولاي الشيخ محمد النبهان، وإلى روح سيدي مولاي الشيخ سليم الخلف، وإلى روح سيدي مولاي الشيخ أحمد الرفاعي الكبير، وإلى جميع الأقطاب والأبدال والأولياء والنجباء ورجال الله المتدركين ورجال الله الأربعين. اللهم يا ربنا بنية الشفاء وبنية رفع البلاء، وأن تتقبل منا هذه الأيام المنصرمة التسع الآنفة الذكر وكل أمة سيدنا محمد، وأن تضع هذا العمل في ديوان القبول عندك. اللهم يا رب إكراما لسيدنا ومولانا محمد وبسر أسرار سورة الفاتحة. وأستودعكم الله وأضعكم في وديعة الله، وكل عام وأنتم دائما إن شاء الله بخير من الله تعالى.